يلا زيد. إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر الجديد من مدينة المحمدية. كنتواجدوا بالضبط الآن في شاطئ بالوم، المكان اللي كيعرف إقامة أو تنظيم مهرجان بالوم للفروسية في نسخته السابعة. تابعوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب قناة شوف في الأجواء العامة اللي كيتنظم فيها هذا المهرجان هذا اللي بدا كياخذ الصبغه ديالو الوطنيه نظرا للتنظيم ديالو المحكم. كتابعوا معنا على المباشر متابعينا الكرام قناة شوف تي في الأجواء العامة والجميلة هنا في شاطئ بالوما، وتنظيم النسخة السابعة من مهرجان بالوما للفروسية التقليدية. مهرجان مرحبا الجميل، المهرجان يبدا كياخذ السلطة الوطنية نظرا للمشاركة ديال عدد كبير ديال الصربات من شتى أنحاء المملكة. اليوم أو بهذا المهرجان اللي كتنظمو جماعة عين حرودة كيعرف المشاركة ديال عدد كبير ديال الصربات، مابقاش المهرجان مجرد مهرجان جهوي بل كيعرف مشاركة بعض الصربات من مناطق بعيدة كفاس. الصربة اللي مرت أمامنا قبل لحظات وكتابوا معنا على المباشر متابعينا جعفر الرفاعي وراء الوطن، عدد كبير ديال المواطنين ماشي غير من المحمدية بل خارج المحمدية كذلك. وخلاص يوسف الهمي هالغلام صحة وراحة. هذه الصربة ديال أهل الغلام. سعد الله سعيد الصافي اللي مرت أمامنا في هذه اللحظات. وراء السي سعد وراء جعفر. صربات جميلة في أول مرور ديالها كثر أو حسب القواعد ديال المسابقة هنا ضروري أن أول مرور ديالها تلقي التحية للمنظمين والجماهير الحاضرة قبل أن تقول للمنافسة الرياضية. لا لا الفروسية التقليدية بدات كتعرف واحد او من قديم انها كتعرف واحد الطابع ديال طابع تقليدي وطابع ديال المسابقة والرياضة، ولات عندها واحد اللمسة واحد الحضور في الصيف مجموعة ديال المدن ومجموعة ديال الجماعات الترابية
كتنظم بحال هاد المهرجانات هذه باش كتساهم اولا في بقاء هاد التراث هذا ومحاربة الانقراض ديالو والمقدمين الجيل القديم كيسلم المشعل للجيل الجديد باش تبقى الاستمرارية ديال الرياضة هذه أو هذه الثقافة الشعبية اللي عندها واحد طقوس وطقوس خاصة. دخل خير وقطع نفس الرجلة بصحة وراحة ولاد سيدي عبد المدين وجعلنا الدار ديال لما تم اللي هو تشوفوا قدامكم هذا الرالي هذا الملقب المفضل مدينة المحمدية في كل مهرجان خاص بالفروسية التقليدية ضروري من بعد ما تشتد المنافسة وتشعل الفتيل في الحركة غادي يبان صاحب هذا المكان هذا اللي غادي يهرس هو جعفر دقة في كل مشعل الرفاعي وكيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في الحركة ديال مهرجان بالوما للفروسية التقليدية اللي كيبقى هو الحركة الوحيدة اللي كتعرف الأرضية ديالها ومكسوة الأرضية ديالها في العشب الطبيعي وكتبقى الحركة الوحيدة لمحشوشبة على صعيد الوطني لذلك مهرجان باروما كي ياخذ واحد طابع خاص وبدا كيعرف اشعاع واشعاع كبير سعيد المحلي والوطني وطلع السي محمد الرادي المراقب القنال مدينة المحمدية بالصحة والراحة جعلنا الدور كانت هذه تحية ديال الصربة ديال الراضي الرفاعي بالنية الراضي اللي معروف بمدينة المحمدية ومعروف ب مدينة خيمة النوع من الرياضة ومن بعده ومعروف بركوب الخيل عنده صربة خاصة اللي تعتبر رائدة في هذا المجال بمدينة المحمدية أرضى العز تفضل على السي محمد الرابع الملقب بطل مدينة المحمدية وجعلنا الدور ديال المقدم اللي هو من الخياطة الساحل اللي هو المقدم جعفر الرفاعي بالنيابة على الأب ديالو شعيب الرفاعي الله يجيب في سيرة القدم سير الله في الخوض في هذا الأثناء كتقدم الصربة ديال الرفاعي منطقة الخيايطة بن سليمان اللي بدورها غتلقي تحية على الحاضرين في أول ظهور لها على الحركة ديال المهرجان بالوما وطلع السي المقدم جعفر الرفاعي صح الرحى جعلنا الدور ديال المقدم اللي هو سعيد الصافي ولاد حدو ومن بعده احمد الليساوي ولاد سيدي موسى ونشوفوا المقدم اللي جا عندنا غادي نقيدو الحمد لله داكشي زوين بعد ما نقول داكشي اللي هو هذا
كتابعوا معنا متابعينا الكرام قناة الشعب قناة شوف تي في الأجواء العامة هنا بمهرجان بالوما باش نقربوكم من الأجواء العامة كيفاش كتمر أو كيفاش كيمر التنظيم ديال مهرجان بالوما اللي خدا واحد الطابع ديالو الوطني وبدا كيعرف حضور جماهيري كبير من مدينة المحمدية وخارج مدينة المحمدية بدا كيعرف زائرين كبار ومشاركة كذلك ديال أكثر من 30 صربة أو أكثر من 32 صربة حسب المعطيات المصرح بها لحد الآن من شتى أنحاء المملكة. نحاولوا متابعينا الكرام متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في أننا نقربكم من الأجواء العامة كيفاش كيمر اليوم الأول اليوم كاينة الانطلاقة ديال مهرجان بالوما لتبوريدا أو للفروسية التقليدية اللي كيتنظم هذه السنة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. مهرجان اللي كتنظمه الفيدرالية الزناتية للألعاب للألعاب الفروسية والتربية الصحية هاد السنة النسخة السابعة من المهرجان اللي كيعرف دورة بعد دورة نجاح كبير نجاح لا في التنظيم ولا من ناحية الحضور الجماهيري الكبير اللي كيتزاد سنة بعد سنة هاد السنة كيبان ليا بأن التنظيم كاين فرق كبير بينه وبين السنوات الفارقة المهرجان غادي فيه تطور بكل صراحة كل شيء منظم وكل شيء مرتب الصراحة وكل شيء جميل والأجواء هنا جميلة الجماهير مرتاحة السربات كذلك تفضل السي سعيد الصافي اولاد حدو بالصحة والراحة عطينا المحرك السي سعيد جعلنا الدور ديال لما تم اللي هو احمد الميساوي دوار اولاد سيدي موسى دخل السي احمد كانت هذه المجموعة او الصربة ديال سعيد الصافي من منطقة اولاد حدو الدار البيضاء اللي بدورهم تهما لقاو تحية على الجماهير اللي حاضرة في أجواء جميلة أجواء رائعة هنا بمهرجان بالوما للفروسية التقليدية ومن بعد مقدم أحمد المساوي غادي يدخل عندنا معاد البناوي سي معاد ها سي معاد الخيجية ملي يجي الخيل يدخل اخويا الله يرحم والديك اشكرك على الاشارة ديالك اللي طاح لي سي سيف خاوي ها هو عندنا هنا الله يرحم والديك غادي نمشيو للمقدم اللي هو من دوار سيدي موسى اللي هو المقدم احمد المشاوي الله يجيبك سيدي سي احمد تفضل اخويا
المجموعة اللي كتقدم أمامكم الآن مجموعة ديال السي أحمد المساوي أو المقدم أحمد المساوي من أولاد سيدي موسى. اللي بدورهم كذلك أول ظهور ديالهم على الحركة غادي يلقاو التحية على الجماهير حسب التقاليد. موجود لما تكونش موجود خلي المسعود يدخل. يلا دل المرسولك عارف المسعودين وراك يلا المعمول بها هنا صافي يلا واخا باقي الناس يلا السي المسعود دخلت خلي دخلت خلي الارض إذن إخواني أخواتي متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أتمنوا أننا نكونوا قد نجحنا في الأجواء العامة اللي كيدور فيها مهرجان بالوما للفروسية التقليدية بمدينة المحمدية في شاطئ بالوما. ضمن الخيال اللي يسلموا ويجيو للجنة ما يوقفوش لينا وسط حق الله حق الوالدين. الخيال اللي يسلموا ويديروا بحال هذا الخيال اللي وقع اللي يجيو للجنة الله حق الوالدين. نشكركم على المتابعه متابعينا وغادي نبقاو معكم خطوه خطوه بمهرجان بالوما باش نتابعوا معكم الاجواء العامه. شكرا لكم على المتابعه والى مباشر اخر بحول الله من شاطئ بالوما. شكرا لكم على المتابعة.